طبعا نروح لنيويورك. يلا تاخذينا ولا حفكر؟ حروح لوحدي لنيويورك حيث شاركت ام بي سي الامل ضمن الفعاليات المواكبه لانعقاد الجمعيه العامه للامم المتحده اللي تزامنت مع اليوم العالمي للسلام. المشاركه مشاهدينا جاءت من خلال المشاركه في ندوه السرد من اجل السلام واغنيه مميزه غنتها الفائزه بلقب الموسم الاول من ذا فويس كيدز لين الحايك. تفاصيل اكثر بهذا التقرير. مشاركة ام بي سي الامل جاءت بالتعاون مع شركة بلاتينيوم ريكوردز، فبهذه الكلمات وهذا اللحن غنت لينا الحايك الفائزة في ذا فويس كيدز اغنيتها الجديدة بكرة التاريخ التي تحمل بعدا انسانيا يحاكي هموم الاطفال في المنطقة والعالم ككل. اليوم العالمي للسلام في نيويورك جعل كل من ام بي سي الامل ومؤسسة اجيال السلام الى جانب منظمة التحالف من اجل بناء السلام ومنظمة بارتنر جلوبال وبلاتينيوم ريكوردز جعلهم جميعا تحت مظلة واحدة لايصال رسالة سامية لترسيخ ثقافة السلام ونبذ الصراعات. الرسالة الاهم اللي راح تطلع من عندنا اليوم اهمية الشراكات المتميزة اللي بتكون بين مؤسسات تعمل على بناء السلام، مؤسسات إعلامية عندها حس بالمسؤولية إنها توصل صوت الشباب اللي بيشتغلوا على الأرض في مجتمعاتهم لكل أنحاء العالم. إحنا كمؤسسة بنشتغل في أكثر من 50 بلد. إم بي سي الأمل شريكنا الاستراتيجي عم بيسمح لنا نوصل أصوات شبابنا لكل العالم. إنها فرصة كبيرة أن أتواجد هنا وفي نيويورك بالتحديد. هذه أول مرة أسافر خارج بلدي، والجميل اليوم أنني متواجدة لأمثل جمعية أجيال السلام وأستفيد من الفعالية وأنقل ما تعلمته إلى مجتمعي. الفعالية المواكبة لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة تضمنت أيضاً ندوة تطرقت إلى سبل تعزيز مفاهيم السلام ونبذ العنف والصراعات بحضور متحدثين من كل أنحاء العالم لتبادل أفضل الممارسات واتخاذ إجراءات عملية تحقق أهداف التنمية المستدامة، كما شهدت جلسات حوار عالمية عبر الأنترنت لتكون فرصة لإيصال صوت وتجارب الشباب من جميع أنحاء العالم على أمل أن ينصف بكرة تاريخ الأجيال الصاعدة.